لا ما يصيرش. راني قلت ما عندكش مدخلك تلهي في روحك فاش قام معنا. قلت لك سمير بدا مانيش نتاع حتى حد باش يحكم فيا حد. ماكش نتاع حتى حد باش يحكم فيك حتى حد حتى حد. قلت لك سمير بدا في حنا بعد ومن بعد مشى لقناة الحوار التونسي واليوم موجود في التسعة. علاش وبرشا اعلاميين كيما علي الشابي عادل بوهليل الكلهم كانت بداياتهم في قناة حنا بعد واليوم موجودين في قنوات اخرى. علاش هيلا ذوادي لليوم موجوده في قناة حنا بعد هكا ما خرجتش من حنا بعد؟ سي تان شوا بوتيتر. هما يحبوا يمكن تبديل السروج بوتيتر يحبوا يشوفوا اكسبيريونس اخرى. انا الحق مانيش متقلقه في حنا بعد معناها بتتغ الإمكانيات عنا ناقصة برشا. معك بتتغ يمكن الإمكانيات القليلة يمكن تحد من طموحاتك. ما تنجمش تمشي برشا القدام ما تنجمش تفنسي برشا القدام معك. أما مانيش متقلقة على شغل بلان خدمة وهاو يحكموا فيك وهاو يقولوا لك أعمل وما تعملش. لي سي با لوكا. أنا قلتها برشا مرات يمكن ديما نعاودها. نقولت نهار اللي تقسى علي نفس في حنا بعد جوكيت حنا بعد نفس مازلت نتنفس. نهار اللي تقصت نقول بسلامة. نجم تكون مازلت نفسي قناة حنا بعد ولكن تلوج انك تجدد تعمل تجربة جديدة تطور من نفسك تجربة إعلامية جديدة في قناة أخرى. سي ليكسبيريونس غاديك في حنا بعد كان الإمكانيات هي اللي ناقصة فقط. وحنا بعد بس تتحرك معناها أقل حاجة تتحرك. القفة سي دي نابورت كوا فان كونت معناها إيميسيون ما فيها حد شيء. لا هي ديكور ضخم لا هو فما حد شيء. حتى شيء مبنيه على المواطنين مبنيه على البساطه والمواطنين. وانا حتى في خدمتي الكل سي سا سي سامبل بالضبط معناها ما عنديش كل نزين الحاجه والمكياج لها ونقول ايا برا خلي تولي مزيانه. لي سي با لوكا. انا بطبيعتي على طبيعتي دونك حتى الخدمه اللي نخدم فيها ما نحبش نبرقش لها برشا معناها. عيطوا لك هيلا في قنوات اخرى جاتك عروض الحوار وي وما مشيتش. برنامج شنو؟ الحوار ما مش برنامج. اي معناها باش تخدم في برنامج شنو؟ علي الشابي دوبا خرج من قناه حنا بعد مش الحوار التونسي. بعدها عيط لي سامي الفهري. قعدت انا وياه حكينا. لوفر فلوس تريز انتيريسون. الكونترا سي با انتيريسون حتى طرف. شنو معناها؟ انا مرسمه في قناه حنا بعد. باش نمشي غاديك نخدمها وعام وندر شنيا لا سمح. ولكن كنت تنجم يمكن تعمل تجربة على الأقل. أكثر توجها أني قلت وأنا ماشية قاعدة نشوف شنو فما وكهو أكثر منه كل شيء. فتوتر وأنا ماشية شادة في حنا بعد. أما نحب نشوف شنو فما فقط. عشرة زادة مع حنا بعد. عشرة حنا بعد بطبيعة. هي اللي خليتك ما تمشيش الحوار. داري حنا بعد. دارنا حنا بعد. دارنا حنا بعد. دار لي برشا ناس فما يقولوا شريحة معينة من المجتمع التونسي.